معانا تليفون مدام محمد. الو، صباح السلام الخير، عليكم يا دكتور. اهلا بيكي. لو الو، سمحت يا دكتور، انا عندي طفل عنده 4 سنين. ايوه، عندي طفل 4 سنين ولسه ربنا ما اعترفش يعني لغايه دلوقتي. ولسه ايه يا فندم؟ فاخدت منشطات، خدت منشطات كتيرة، بقالي سنتين باخد في منشطات كويس. بس ما فيش حمل. يعني حضرتك عندك كام سنة؟ عندي 24. حضرتك حملتي أول مرة لوحدك ولا حملتي بعلاج؟ لا، حملت بعلاج كتير برضه. عملت، كان عندك ايه المشكلة؟ كانت فين المشكلة؟ المبايض ضعيفة، بس المبايض ضعيفة. وزن حضرتك قد ايه؟ 70 كيلو. تحليل الذوق حضرتك كويس؟ كويس ولا أوي. ما عدناهوش تاني بعد الحمل الأولاني؟ طب الخط قطع، احنا في انتظار تفرح حضرتك تاني مرة. حضرتك بتتكلمي ان حصل ولاده، وحصل بعد الولاده ان ما حصلش حمل تاني، وحصل حضرتك بعد حملنا بعد فتره طويله من التنشيط، وتحليل ذوق حضرتك غالبا اول مره كان كويس. وصلنا حضرتك 24 سنه، ووزنك في يعني في المتوسط اللي هو 80 كيلو تقريبا. طب احنا بنعمل الاتي: واحد، اي سيده حسبق ليها الحمل، سواء الحمل ده كمل او ما كملش، ده بنسميه تاخر حمل ثانوي. بنحط ترتيب، لازم نعيد كل التحاليل او كل الانفستيجيشنز بتاعتنا اللي بتقول هل عندي مشكله ولا لا. طبعا من نمبر 1 او نمره 1 لازم نعيد تحليل الزوج، لان زي قلنا قبل كده ان ممكن تحليل الزوج في اول مره يبقى كويس، بس هو كويس جاست او يدوبك على الطبيعي، ومع الوقت ومع البوليوشن او بنسميها التلوث، ومع شرب السجاير ومع الحياه اليوميه أو ممكن يكون تاثر الزوج. فبالتالي لازم نعيد تحليل الزوج بتاع حضرتك في مكان كويس ثالث او رابع يوم بعد العلاقه الزوجيه. تاني حاجه لازم، لازم نعمل تحاليل بالنسبه لحضرتك. اول حاجه الاشعه بالصبغه حتى نتاكد هل في حضرتك، لو والده سيزاريان او حتى لو والده طبيعي، هل الولاده اللي فاتت اثرت على كفاءه قناتي فالوب ولا لا. تالت حاجة لازم نعمل تحليل الهرمونات كاملة بالنسبة لحضرتك حتى نحدد لو فعلا في مشكلة او في كسل في المبايض زي ما حضرتك بتقولي، احنا محتاجين نديكي ايه ونديهولك ازاي. طبعا وزن حضرتك لو 80 ده مش زايد قوي، بس دايما السيدات اللي بيعانوا من فكرة الكسل في التبويض او تأخر او صعوبة في التبويض بينفدهم قوي او بيستفيدوا قوي بفكرة انقاص الوزن. دايما بنحب ناخد الكوكتيل الفيتامينز اللي بنتكلم عليه، الفوليك والاوميجا والاسبرين. ممكن بالنسبه لك الجلوكوفاج او ادويه السكر اللي بنستعملها قد تفيد حضرتك. نعمل الكلام ده كله، وحسب ما تطلع النتيجه احنا في انتظار حضرتك تبلغينا بيها، يمكن نقدر نفيد حضرتك اكتر من كده.